السلام عليكم والصحة رمضانكم وإن شاء الله راكم كامل بخير. نبدأ بسم الله وصلوا على رسول الله. إذا اليوم تلاميذي تاع سنة ثالثة متوسط رانا في الصفحة 125 رايحين نشوفوا مع بعض the pronunciation of K, W, H and T. رايحين نشوفوهم وراح نحط لكم الأوديو اللي يدير لكم أستاذة في القسم، هي تهدر وأنا ندير التعليقات كالعادة. إذا رايحين تسمعوا هذه No. No. ماشي كنو. New. New. Known. Known. Knowledge. Knowledge. ماشي كنولدج يا أخي. Knife. 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 Knock. ماشي كنوك. Knock. اللي هي الدقدق. Knee. الركبة. Knee. ماشي كني. أوكي. Silent letter W. Write. Write. Wrote. هذه هي في الماضي. Wrote. Written. Written. Wrong. Wrong. Wrist. Wrist. Sword. Sword. اللي هو السيف. Playwright. Playwright. كما شكسبير يكتب المسرحيات. Silent letter H. Hour. ساعة. Hour. Honest. Honest. Diarrhea. Diarrhea. Thailand. Thailand. نرى في الوسط. What. What. ماشي what. What. White. White. Silent letter T. Listen. Listen. استمع. مشي listen. Castle. 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 Whistle. Whistle. Nestle. Nestle. ما تقراوها ليش نسلي. Wrestle. Wrestle. Christmas. Christmas. مشي Christmas. Okay. إذا هذا هو المقطع اللي حتجوز لكم الأستاذة في القسم وراح تقرأ لكم هي بنفس الطريقة، كاين أساتذة يحطوه كاين هما اللي يقراوه. إذا راح نشرح لكم هنا الآن the K is usually silent. حرف الK هذا يكون غالبا يعني في معظم الأحيان usually معناتها قريب دائما silent معناتها not pronounced. وقتاش كيكون in the initial position معناتها هو الحرف الأول the first letter in the word ودائما يكون مراه الان يعني غير تشوف الكي مراه الان اعرف بلي هذا لازم تصوتيه. W is usually silent when it is initial يعني هو الاول كما هنايا and followed by R. الار شوفوا W يخسرها عليه الار والك يخسرها عليه الان دائما كاينه واحد كيجي قدامه خوها يولي ما يتقراش. اوكي هنا علاش ديروا اكسبشنز ماشي معناتها رايح تقراه هنايا ماشي معناتها راح تقراه هنا معناتها حنا هضرنا باللي كيجي الاول هنا ماهوش في الاول راهو الدوزيام وهنا راهو في وسط الكلمه بصح مع ذلك ما رايحش يتقراه. اوكي دبليو هنا اي سايلنت وهنا ثاني ات از سايلنت. وهنايا نزيد لكم ملاحظه برك بلي كيكون عندكم جي اش تي نقرا غير تي جي اش في زوج راحين يكونوا سايلنت letters. خليولي شوية أمثلة من عندكم في الكومنتس. اوكي okay.